فاطمة بدك تشربي؟ مانك عطشانة؟ بلي ريقك شوي. ها؟ ليكا اجت مرت اخوكي. الممرضة عطتها ابرة مهدئ. مصطفى كان هون، كان معصب وعم يصرخ. فاطمة، شو قال لك مصطفى؟ مهمك شي ما هيك؟ توقعت هالشي، رح تبقى بخلقتنا. لا، ما صار شي بيناتهم. لا تحكي هيك. ايه، انت وين كنتي؟ رحتي على البيت؟ شفتي المراد؟ لا تحكي لها شي. روح جيبي شي تزهرمه. لا تحكي لها شي، لا تحكي لها شي. افهمنا، يلا روح، جوعانة من الصبح ما اكلت شي انا. طيب، رح اجيب لك خبز وكاسة شاي لشوف إذا إيه معي مصاري بيكفوا. يلا لمي. شفتي شو صار معك؟ هذا كله لأنه ما سمعتي كلامي. من هلأ ورايح بتسمعي لي فاطمة، هلأ صار اللي صار وما فينا نعمل أي شيء، هاد نصيبك وما رح مرق لهم ياها. أنا خايفة على مستقبلك، مصطفى ما رح يقبل فيكي. لا تبكي، طلعي فيني، حاج تبكي. لما اجيت من شوي كانت عيون الكل علي وعم يحكوا عنك، عم بيقولوا انك كنتي موافقة، وقالوا عنك دايرة على حل شعرك، وقالوا كنتي بتشتغلي هيك من زمان. مستحيل، كانوا اربع حيوانات. خرسي ليسمعوكي هلا. وحياة الله قلت لك كانوا اربع شباب. لك حاج تتبكبكي، واحد او اربعة مثل بعضهم ما بتفرق. مصطفى، مصطفى ما رح يساعدك، أنا فيني ساعدك. اسمعي كلامي، هلا رح أخذك على البيت، أنت هون بخطر فاطمة. بس أنا ما كنت عارفة إنه رح يصير هيك، صدقيني مرت أخي. قلت لك اعملي مثل ما بقلك. هدول الناس قوايا وإيدهم طايلة كتير، يعني ما رح يصير لهم أي شيء. عم تفهميني؟ أنا ما عملت شي وحياة الله. كلهم رح ينالوا جزاءهم بوعدك، وأنا ما رح أتركهم. تركي هالموضوع علي، بس من الأول خلينا نطلع من هون فاطمة. اهدي حبيبتي، اهدي. خلاص خلاص، حاجة تبكي يا حبيبتي حاجة. لمعي يلا تعال هون، لملا أغراضها خلينا نروح. فاطمة معرضة للخطر هون، مصطفى بجوز يموتها إذا ضلت هون. يلا خلينا نطلع من هون، خلينا نطلع قبل ما توقع راسنا مصيبة. وقفوا، الدكتورة عم تحكي مع الشرطة. وين كانت لما فات خطيبة وسوالنا مشكلة؟ هددها للبنت والمسكينة ارتعبت. ما فيكي تروحي، منعيني إذا بتقدري تعمليها. اجي على الشط ووضعك قبل ما تروح. لا ما في داعي تجي. رح اجي. قلت لك ما بدي. وقفي حوا، ارحمني هنيك، لا تخلوها تهرب. ودي 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 اقصى شوي. كريم لا تخليها تهرب. اسمعي، من هون ورايح ما بصير تضلي بالضيعه.